عرض أمس الكاتب التشادي محمد عاصيل دقاشة مؤلفه الجديد الذي حمل عنوان الشباب والأمن المناسبة جرت بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية وبحضور الكتاب والأدباء والمهتمين بالثقافة. تقرير محمود موسى الفيل. إن تأليف الكتاب أمر ليس سهلا كما يعتقده البعض، بل يحتاج إلى صبر ومثابرة بغية الاستفادة منه بالوجه المطلوب. وفي نفس السياق، فقد أصدر الكاتب التشادي محمد أصيل دقاش كتابه الذي يحمل عنوان صيحة الأمل. ويحتوي هذا الكتاب على 80 صفحة تناول الكاتب فيها عدة مواضيع، أبرزها المشاكل التي يعاني منها الشباب التشاديين باعتبارهم الفئة النشطة التي تتحمل أعباء نفقات المعيشة لكل من فئة الأطفال وكبار السن، طالبا من الحكومة الاعتناء بهذه الفئة في جميع المجالات. الشباب نشط ليفكروا لقدام، لي الجهل اللي مشاكل هسه جاي، لما يشرب ترامول، ما يشرب الكول، لما يسوي مشاكل، شغل شنو كله اللي يسوي وداني آخر. أوكي. ده الشغل لزاني كتبت ليبر ده. أنا هدفنا را لشاد يلقال آفي. هدفنا را للشباب يستفقوا. كما تناول الكاتب مسألة المجموعات الإرهابية التي باتت تزعزئ أمن وسلامة بعض البلدان، طالبا من الشباب أن يكونوا واعيين للتعاون معا من أجل الرقي وتقدم البلاد. هذا وفي نهاية المناسبة تداخل عدد من الصحفيين والحاضرين بأسئلة واستفسارات حول تأليف هذا الكتاب، رد عليها الكاتب بكل وضوح. بهذا الخبر ننهي على الأرض الأخير. أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.